وزير. هل تخشى الحكومة من البرلمان ولا الحكومة مطمئنة القلب إلى أن هذا البرلمان لن يفعل شيء؟ مين اللي قال كده؟ البرلمان له دور رقابي على أعمال الحكومة، بس في مفاهيم خاطئة. يعني البعض اختزل الدور الرقابي للبرلمان في الاستجواب. يعني هي مش غريبة حضرتك بخبرة حضرتك الكبيرة جدا ان دورتين انعقاد كاملتين ولا استجواب واحد؟ الادوات الرقابية 11 اداة رقابية، واحد منهم الاستجواب، لكن في عندك الاسئلة. شوفي كام مئات الاسئلة كانت بتيجي للحكومة وبترد عليها. عندك طلبات الاحاطة، مئات طلبات الاحاطة جت للحكومة وردت عليها، غير بقى البيان العاجل وطلب المناقشة العامة. أدوات رقابية كثيرة استخدمها السادة النواب مع الحكومة، ومنها تقصي الحقائق. وكان نتيجة تقصي الحقائق في موضوع معين إن أحد السادة الوزراء تقدم باستقالته، فده دور رقابي. بس الإخراج اللي تم كان هناك استجواب. كان هناك استجواب في ذات الموضوع، وهذا الاستجواب سقط باستقالة السيد الوزير. ما هي دي بقى الإخراج السياسي للموضوع، حفظ للحكومة قوتها وانتقص من حق البرلمان في استخدام حقه، لأن اللي اتقال إن اتحسبت الحكاية ما بين الحكومة وما بين البرلمان، فتقال الأحسن هو يقدم استقالته بدل ما يبقى شكلها وحش والبرلمان يعمل استجواب ويقدم استقالته. النتيجة حصلت، لكن النتيجة حصلت بطريقة كانت لصالح الحكومة وليست لصالح البرلمان. يا فندم النتيجة حصلت بأداة رقابية، مش من غير أداة رقابية. بدل الأداة ألف الأداة ب، يفرق في إيه؟ اللي أنا عايز أوصله إن هناك 11 أداة رقابية في يد السادة النواب، إحداها الاستجواب. فمن قلش والتقصي الحقائق إزاي؟ التقصي الحقائق ده مهمة جدا. فإزاي أنا أختزل كل الأدوات الرقابية دي وأقول ده ما بيقدموش استجواب؟ لا، طب هم بيقدموا ما بيعملوش استجوابات. طب ما هو في اسئله، ما في طلبات احاطه، ما في بيانات عاجله. انا هتكلم معاك حتى في الارقام دي، بس الناس اما بنسال النواب بيقولوا لنا احنا بنقدم استجوابات وما حدش بيعتمد. ولا حد ده خارج اختصاصي الوظيفي، ماليش شان بهذا. يعني ده دور مجلس النواب. هل الاستجواب كان مستكمل الشكل بتاعه ولا لا؟ ما اعرفش. من يحكم؟ مكتب المجلس. يعني ما بيحصلش مفاوضات ما بين الحكومة ومجلس النواب عبر حضرتك ان بلاش استجواب، خلوها طلب احاطة، لم يحدث، بلاش خلوها مناقشة عامة؟ لم يحدث، وصدقيني فترة وجودي لم يحدث مثل هذا.